خويا ولد ولد عمي هذا فقدنا وفقيد الله سبحانه وتعالى، كل شيء لله سبحانه وتعالى. اش نقول لك، كنا كنفطروا تجاتنا الاخبار من العائله ديالي، من الدار، من الاخوت ديالي، قال لي راه اشرف سوشي من عيطوا لنا قالنا اشرف مضروب، مي جينا نشوفوا ماش ضربوا اش قال، كان في التيران، مالو في التيران كيتفرج في الماتش، من يسالي الماتش ادى الاذان مشاو يدخلوا الجامع، هادشي معروف عندنا تيران حدا الجامع. من السيد كيتفرج كيتصل الاذان كيأذن باش يتفرجوا، نقص الناس جايه عصابه على قده جايه كضرب في كاع هربت عباد الله، ما عادش باش جايينهم بالجناوه جايبينهم بهداك الشيء كامل، جايبين قال لك الفلام وفي زيب هو بعدا مضروب ضربه اللي ضربه تعيني داير بالشيء اللي مشاو ديال بوا باش اللي شاف ولا شي. دابا اللي كيف فيديوهات اللي مليوحين، راه مليوحين بان الفيزيات خدامين تما، كيفاش ماتش عادي كيجيب بنادم فيزيات باغي واش تاع نبغي نتفرجوا ولا باغي نتحاربوا؟ هذه هي المشاكل اللي ما كنفهموهاش، كيفاش كيدخل هادشي البلاد الله اعلم، واش حنا غادي نجيو نتفرجوا ونمشيو اديو مناسك ديالنا، يجي واحدين لا علاقه يجيو لنا هاد المشاكل. الوقت اخويا حنا الله قال الله اكبر، الله باغي نفرقوا الصيام ديالنا. تجاني الاخبار نعيطوا لي مالين الدار قالوا لي راه اش كاين، هزينا لبسنا حوايجنا وخلينا فطورنا خلينا كلشي جينا نشوف، جينا وصلنا لامور لقيناه مات وخويا الضحيه. المعامله ديالو اخلق طيب الناس، هذاك السيد قابل قرايتو مدرسه، كانت وفات الام ديالو في المسيره ديالو الدراسيه، الدري مابقاش بغا يمشي للمدرسه ولا كيقرا في الدار على البعد، مني منك صافي الدري بعد من المدرسه قال شويه شويه نقلب على خدمه نخدم هادشي هادشي هو اللي كاين. اما السيد الله دابا ما عادش يتمشى باش بعد من المدرسه ولا. ومره مره كيخدم راك عارف، ماشي هي واحد راه ما يمكنش يوقف الا ما خدم، والله يرحم ليهم الوالدين يبعدوا من هادشي، هادشي ماشي ديالنا، هادشي ديال مواليه حنا ما كنعرفوش ليه. الانسان الا كان بغى يدير شي حاجه تشجع عادي، كاع كنا نشجعوا التخاصم وكلشي كلشي كيمشي لدارهم بخير على السلام. دابا باش وليتي كتمشي تتفرج باش تحارب ما كايناش، شحال قد المخزن يحضي، راه حنا غنحضيو لنفسنا، ولكن بنادم ما كي وكلو كيدافع على واحد عارفه مجرم كيدافع عليه. اما بحال هاد الشخصيات هادو اللي دخل الحبس بقى تابعو خويتي يغرق في هذاك الحبس. No.